الحرب مشتعلة بين روسيا وحلف الناتو منذ أكثر من عامين، ولا طرف فائز حتى الآن، والضحايا عشرات الآلاف من الطرفين. وفي خضم ذلك يقترح عدد من القادة الروس توجيه ضربة نووية إلى إحدى قواعد الناتو الأوروبية، متنبئين بأن ذلك سيدفع الناتو للتراجع التام. تصدر الأوامر وتنطلق قاذفة قنابل روسية شهيرة من طراز TU-160M2 لتضرب قاعدة كالينغراد برأس نووي تكتيكي صغير. تباد القاعدة والمنطقة المحيطة بها عن بكرة أبيها. يشعر الناتو بالفزع، لقد استخدم الروس النووي، فيصدر قادة الحلف أوامرهم لقاذفة قنابل أطلسية، فتنطلق من قاعدة عسكرية على الحدود الألمانية الفرنسية نحو قاعدة روسية في بيلاروسيا لتلقي قنبلة نووية تكتيكية أخرى تبيد القاعدة الروسية تماما. حتى اللحظة ورغم استخدام النووي، إلا أنهما ضربتان نوويتان تحذيريتان برؤوس صغيرة توجه عادة نحو قواعد عسكرية نائية، وعدد قتلى ليس بالكبير. إلا أن الروس سيأخذون الحرب النووية الحالية إلى مستواها الحقيقي، وخلال ساعات قليلة سيطلقون قاذفات قنابل وصواريخ قصيرة المدى تحمل 300 رأس حربي نووي مستهدفين مواقع الناتو العسكرية المنتشرة في أوروبا كلها. يرد الناتو بضربة شبيهة، مرسلين 180 رأسا نوويا حربيا إلى مناطق روسية عسكرية حدودية وفي عمق روسيا نفسها. ضربتان هائلتان داخل نطاق المواقع العسكرية فقط للطرفين بعدد قتلى وصل إلى 2,600,000 شخص. إلا أن الناتو لن ينتظر الرد الروسي هذه المرة، بل سيطلق ضربة استباقية كبرى مرسلا 600 رأس حربي نووي من غواصاته النووية وقواعده السرية الحاوية للصواريخ البالستية العابرة للقارات. ضربة ستأتي من محيط الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وتعي موسكو جيدا أنها ستحيل بنيتها التحتية العسكرية إلى رماد. لذلك وفي وقت متزامن تطلق عددا مشابها من الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها قبل وصول تلك الضربة الأطلسية الهائلة من عرباتها المتحركة وغواصاتها ومراكزها الثابتة على الأرض باتجاه أوروبا وأمريكا. حتى هذه اللحظة وصل عدد القتلى إلى 3,400,000 من الطرفين، ثم خرجت الأمور عن السيطرة وبدأ الطرفان باستهداف المدن الروسية والأوروبية والأمريكية بالنووي. ضربتان هائلتان متبادلتان لـ30 مدينة، وكل مدينة تضرب بـ15 رأسا نوويا، ليقضى على حياة أكثر من 85 مليون إنسان في 45 دقيقة فقط من بدء القصف. لابد أنك تسأل نفسك الآن، متى حدث كل ذلك الجنون؟ الحقيقة أنه لم يكن جنونا، وإنما محاكاة دقيقة أجراها فريق متخصص في جامعة برينستون الأمريكية منذ 4 أعوام فقط لتوقع مسار حرب نووية بين روسيا والناتو بقاعدة بيانات وافية ومعلومات جغرافية وعسكرية حقيقية. قد يبدو ما سبق بالنسبة إليك سيناريو هستيريا لن يحدث، لكن المشكلة الكبرى لم تكن قط في كونه احتمالا ضعيفا، وإنما في كونه احتمالا موجودا بالأساس. ولتعرف المشكلة عن قرب فلنذهب إلى هنا. هذا هو موقع أليكس ويلرستاين، المؤرخ المتخصص في تاريخ النووي بمعهد ستيفنز التكنولوجي وأحد الخبراء النادرين في هذا المجال. موقع يندر أن تجد مثله على شبكة الإنترنت، يقدم لك تجربة فريدة ومروعة. ستدخل عليه الآن وتختار أي مدينة تشاء في العالم وتتخيلها في يوم صيفي حار، ثم تختار رأسك النووي المفضل وحمولته التفجيرية ومكان تفجيره، سواء من على ارتفاع أو عند الارتطام، ثم تنطلق وتلقي قنبلتك أو تضرب صاروخك وتنتظر الواجهة، فتخرج لك كل التفاصيل التي لا يريد أحد رؤيتها: نطاق الانفجار وعدد الضحايا وعدد الجرحى ومدى التلوث الإشعاعي واتجاهه المرجح ومساحة ما تم محوه من على سطح الأرض إلى الأبد. لكن هل سألت نفسك من قبل ما الذي يحدث عند انفجار قنبلة نووية؟ نعني ما الذي يحدث ثانية بثانية؟ دعنا نأخذك في رحلة علمية تفصيلية إلى قلب الجحيم. يبدأ الأمر بالضبط
كرة هائلة من الضوء يتزايد حجمها بسرعة هائلة حتى إنها ستضربك قبل أن تشعر بوجودها. أما كل ما يقع داخل هذه الكرة فسيتبخر. سيتبخر حرفيا لا مجازا، البشر والمنازل والسيارات وكل شيء أيا كانت مادته المصنوع منها، لأن درجة الحرارة داخل هذه الكرة ستكون أعلى من درجة حرارة الشمس نفسها. خارج هذه الكرة سيرى الناس ضوءا ساطعا جدا، ولو كانوا ينظرون إليه بلا وقاية مثلى فسيصابون بالعمى لدقائق أو ربما لساعات. بعد ثانية واحدة فقط من رؤية الكرة تشتعل ستأتي موجتان متتاليتان لتضربا دائرة مساحتها أكبر. موجة ساخنة قاسية ستلفحك بحرارتها، ثم موجة ضاغطة ضغطها أكبر من أن تمر داخل إعصار هائل من الدرجة الخامسة، وكل من يكون داخل هذه الدائرة سيموت، وكل المنازل ستتهدم كبيوت ورقية. تستمر الموجتان في التقدم إلى الأمام بسرعة هائلة، وخلال ثوان معدودة من الضربة الأولى تتسع الدائرة بسبب الحرارة والضغط. نسب الوفيات الآن لن تكون 100% كما المرحلتين السابقتين، لكنها ستصبح من 50-90% حسب وضع كل شخص وما يحتمي به، أكان في الشارع أم يختبئ في منزل أم في أحد أنفاق المترو. كلما اختبأت عميقا نجوت. داخل هذه الدائرة لا يتوقف الخطر على الحرارة والضغط فقط، بل ستمتد موجة إشعاعية ذات تركيز قاتل فوري منهية حياة معظم من سيتعرض لها. أما القلة الناجية فسيموت بعضهم في مرحلة ما، ربما بعد سنوات بسبب السرطان. تتسع الدائرة خلال الثواني القليلة القادمة ويخف التأثير، لكنها خفة نووي، خفة لا تحتمل. ستنتشر حرائق الدرجة الثالثة، وسيسوء حال مصابيها لانهيار البنية التحتية الطبية وغيرها في محيط الانفجار، وستطير معظم بقايا الانفجار للمسافة التي أمامك وحتى على مسافة أبعد. سيتهشم زجاج المنازل بدويا كالصاعقة، وستدمر البنية التحتية كلها للمدينة المختارة. لا توجد دولة واحدة في العالم يمكنها تحمل ضربة واحدة كهذه أو هذا الرعب مهما كانت متقدمة. لاحظ أننا لم نتحدث بعد عن الغبار النووي الصادر عن الضربة الذي ستحمله الرياح إلى مناطق بعيدة، وربما تخبرك نفسك الآن بأنه كلما ابتعدت نجوت، وهذا صحيح لأن تركيز الغبار النووي يقل بشكل مضطرد، لكن حديث نفسك ليس صحيحا جزئيا، لأن نسب السرطان سترتفع في المدن المجاورة خلال سنوات وعقود ما بعد الضربة. ذلك السيناريو الكابوسي الحقيقي الذي رويناه لك ليس هو الأسوأ، ففي عام 2019 افترض فريق من الباحثين من المركز القومي لدراسة المناخ في ولاية كولورادو الأمريكية أن حربا نووية إقليمية صغيرة نشأت بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان. وضع العلماء نموذجا لحرب يستخدم فيها 100 رأس حربي نووي فقط، كل منها يساوي قنبلة نووية صغيرة تعادل تلك التي ضربت هيروشيما أو ناغازاكي. لن نخبرك هنا عن الأضرار المباشرة بالطبع، لقد رأيت أعلاه ما يمكن لرأس نووي واحد فعله بمدينة كاملة، لكننا سنخبرك عما توصل إليه الباحثون من نتائج غير مباشرة ستؤثر على العالم. كانت النتائج أن الضربة المتبادلة ستضر بمناخ الكوكب كاملا ل10 سنوات على الأقل، حيث ستؤدي الطاقة الناتجة إلى إطلاق نحو 5,500,000 طن من الكربون الأسود عاليا في الغلاف الجوي، كم سيخفض فجأة متوسط درجات حرارة سطح الأرض كله 1.5 درجة مئوية، وهو أدنى مستوى انخفاض منذ أكثر من 1000 عام. ولتفهم الأمر أكثر، ستدفع حرب كهذه معظم مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية لاختبار فصول شتاء قارص تكون في معظمها تحت الصفر مع صقيع قاتل في جميع أنحاء العالم. شتاء سيضرب مواسم نمو معظم المحاصيل الزراعية في مقتل، ليس هذا فحسب، وإنما ستمتص أطنان الرماد الكربوني الحرارة من الشمس مدمرة طبقة الأوزون مع الزمن. ستمحى الطبقة بأكملها لتصل إلينا كميات ضخمة من الأشعة فوق البنفسجية، كميات ستشكل تهديدا مباشرا لصحة الإنسان والزراعة والنظم البيئية على كل من اليابسة والماء،
وأخيرا سيتسبب كل ذلك بالطبع في مجاعة عالمية. كما خلص باحثون من جمعية الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية IPPNW في تقرير لهم عام 2013 إلى تنبؤهم أن أكثر من 2 مليار شخص سيكونون عرضة لخطر المجاعة إن حدث تبادل قصف نووي إقليمي بين الهند وباكستان، أو حتى قصف مركز بعدد قليل من الرؤوس النووية بين أمريكا وروسيا. لم يكن ما سبق مجرد تجميع للسيناريوهات بعيدة الحدوث فقط لإثارة أعمق مخاوفك، فكما قلنا في البداية هو احتمال ضعيف الحدوث، بل يرى بعض المتخصصين أنه ضعيف جدا. لكن المشكلة كما أخبرناك أنه احتمال موجود بالأساس، وله آثار حقيقية قابلة للتوقع والقياس بشكل شبه دقيق. لهذا يسأل بعض أهم متخصصي التاريخ النووي والجمعيات المدنية الساعية لعالم بلا أسلحة دمار شامل طوال الوقت تقريبا عن أسباب امتلاك بعض دول العالم ل15,000 رأس حربي نووي حتى اللحظة، وعدم السعي الجاد لمحو تلك الترسانة. كم أسلحة نووية يزيد ويسعى بعضهم لتطويره دوما، وعدد يكفي معظمه لقتل 3 مليارات بشري على الأقل بشكل مباشر والقضاء على معظم المتبقين تدريجيا. والمفارقة أنه سيتبقى 1500 رأس نووي إن حدث ذلك، في عالم به يورانيوم يكفي تعدينه لإمداد الأرض بطاقتها ل2000 عام قادمة، أو لإنتاج ملايين من الأسلحة النووية. فهل سيأتي يوم نرى فيه عالمنا خاليا من النووي وخاليا من سيناريوهات الرعب السابقة؟